الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به. غسل فروض الغسل. غسل فروض الغسل قصد يحتضر. هور عموم الدلك تعميم تخليل الشعر. نعم، يعني أن فروض الغسل قصد، معناها النية. النية هي الحامل على الأمر، هي الحامل على الأمر. النية هي الحامل على الأمر. بعض الناس تشككه النية كثيرا، وبعض الناس لا يبالي بها، ولكن الغالب أن من تعلم وتعلم النية ولم يفهم حقيقتها تشكل عليه دائما، يقول أنا هل نويت أو لم أنوي، هذه وسوسة. النية هي الحامل على الشيء. الإنسان إذا أخذ بدأ ينزع ثوبه لأجل أن يغتسل، هو ما هو الحامل على هذا؟ ما هو الحامل على هذا الأمر؟ الحامل عليه أنه يريد أن يغتسل من الجنابة أو من الحيض، وإذا كان لا يريد أن يتحمم لأمر نظافة، وما هو الحامل له على هذا الأمر؟ غير هذا الأمر. معناها أن الإنسان يجعل في باله أنه سيستبيح الصلاة من هذا الحدث، من هذا الحدث، من هذا المانع الذي مقدر على أعضائه. فور عموم قصد يحتضر، قصد معناها نية تحضر عند ابتداء الأمر، معناها ينوي أنه سيفعل هذا الأمر، إما أن يبيح الموانع التي ممنوع عليك من مس القرآن وقراءته للجنوب، ونحن الآن في الغسل، ويعني الصلاة وغيرها من أنواع عبادات المتوقفة على ذلك، الطواف وغير ذلك. وقصد يحتضر نية، هذه هي النية، هي الحامل على الشيء، ينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، كما تقدم لنا في الوضوء. كذلك هنا ينوي استباحة، ينوي رفع حدث من الحدث الأكبر أو مفترض، أو أن الله تعالى افترض عليه هذا الغاسل ليجعل به العبادات الخاصة كالصلاة والطواف وغير ذلك، أو استباحة لممنوع، أو استباحة الممنوع مثلا والصلاة وأنواع العبادات الأخرى التي تتعلق بالطهارة. نعم، غسل يحتضر فورا، معناها يحضر عند ابتداء الغسل، معناها ابتداء مباشرة عندما يبدأ في الغسل ينوي هذه النية، أو قبلها بقليل بحيث لا يبعد من ذلك. على القول الصحيح أن ما قارب الشيء يعطى حكمه. غسل يحتضر فورا، الفور على ما تقدم لنا في الوضوء، وهو الموالاة، يعني يتابع الأعضاء ولا يفرقها تفريقا، بحيث يجف البعض دون أن يدخل في البعض. إذا غسل الرأس تقريبا فليتابع في الرقبة وليتابع في الباقي مثلا من البدن، حتى لا يشف البعض قبل أن يدخل في البعض الآخر. فور عموم الدلك، عموم الدلك جميع البدن، دلك يعني عموم الدلك، الدلك هو إمرار عادي، ليس صعب جدا، ولكنه يعني إمرار، بعض العلماء يقول إمرار خفيف، وبعضهم يقول إمرار متوسطة، ولكن إمرار خفيف كافي، هو فقط إمرار هكذا، ولو أنه ما اشتد على البدن، لكنه مرور، لأن مالك رحمه الله تعالى لا يعد الغسل غسلا إلا إذا كان معه الدلك. وعلى ما تقدم أيضا وكما سيبينه تخليل الشعر، تخليل جميع الشعر، فإن الغسل مختلف عن الوضوء. الوضوء ماضيا قلنا إن إذا كان الجلد يظهر تحت الشعر وهو الذي يجب تخليله، وأما إذا لم يكن فإنه لا بد من العرك على ما تقدم هو إدخال الماء. أما هنا في الغسل فلا فرق بين الكثيف والخفيف، فلو كانت اللحية كثيفة يعني فلا بد أن يخللها كلها بأن يدخل الماء داخلها حتى يصل الماء
الماء إلى كل جذور الشعر، وكذلك الرأس، ولو أن عليه لمة كبيرة جدا، عليه شعر طويل، لا بد أن يداخله الماء إلى أن يصل إلى أصوله ويعرقه عرقا يداخل الماء حتى يكون حتى يصل الماء إلى جذوره. نعم. تخريب الشعر فتابع الخفية. ابن عاشر هنا رحمه الله تعالى ونفعنا به بين شيء مفيد جدا، فقال فتابع الخفية لما كان في الجسد مواضع ينبوع عنها الماء لا يصل إليها إلا بالتأمل وضحها. فتابع الخفية مثل الركبتين، تابع الخفية مثل الركبتين، واحد يريد أن يصل الركبتين لا بد أن يبسطهما هكذا بسطا ويصل تحتهما وفوقهما، لأن الركبتين مكمشتين، وهذا يقع في كثير من الناس لا يريد أن يبين الأعضاء. الرجل لا بأس أن لو كشف عن ساقه ولو كشف عن ركبته لا بأس به، لا يمنعه العرض الفاسد من أن يبين حكما. واحد يبين للناس أن الركبتين هكذا منطويتين وأن تحتهما، إلا أن الأشياء الداخلية اللي هي العورة يبين بالإشارة إلى أماكنها بدون كشف. نعم. تابع خفية من الركبتين والإبط، لا بد أن يتابع أيضا الإبط حتى يصله الماء، وكذلك المرافق لأنها منطوية يتابعها جدا، وكذلك البراجم على ما تقدم في الوضوء، قدمناها في الوضوء فهي في الغسل أولى، البراجم تقال لها، والرفق، وكذلك أيضا الرفق ما زلنا سنتي، وكذلك أيضا خلف الأذنين، وكما قال الأخضري وجنوبا غير الصماخ فاصلا أذنيك ظاهرهما وباطن، فالأذنان لا بد أن تخللا تخليلا كبيرا، إلا الصماخ كما نبينه الآن، الصماخ فهذا لا يصل إلى الماء لا يصب، ولكن لا بد أن يجعل الماء في الكف ويتابع الأذن حتى يواصل الماء كاملا، فإذا ما لم يبقى إلا ما يصل إليه رأس الإصبع وهو الصماخ فليمسح هكذا مسحا، ولكن هذه الدائرة لا بد من غسلها، ولكن كما قال صاحب الأخضر ولا يضر، لا يصب الماء، لا يضر، لا يصب الماء في أذنه، فليفعل هكذا ويتابع جميع طيات الأذن، وهذا لا يختلف به العلماء، لا بد من إيصاله. فمن أراد أن يتبع أبا حنيفة أو يتبع الشافعي الذين لا يشترطان الدرك فلا بد من إيصال الماء، هذا تشويش ثار كثيرا من الناس، يقول الدرك لا يجب في مذهب، لكن الدرك هو فيه درك وفيه تعميم، تعميم الماء لا بد أن يصل إلى كل البدن في الغسل، فلا بد أن يصل، أي تشويشات صارت كثيرة جدا على الناس التي تستمع لنا للدروس أو للمحاضرة التي لا فائدة بها، قد تضيع وقت وتشويش على الناس. نعم. والرفض تابع الخفي من الركبتين، والرفض، الرفض معنى هذا الذي تحت بعد في مبدأ الفخذ، معنى الرفض يتابعه هكذا بالغسل، وبين الإليتين يسترخي كالجالس ويتابع ما بين الإليتين الدبر حتى ينبسط ويغسله غسلا عاديا حتى يصل الماء إلى الجلوس الطبيعي، لا ينقبض، لأنه إذا انقبض في الغسل سينكمش الدبر على 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 طيات هي أصلا من الله ولا يصل إليها الماء، فلا بد أن ينبسط ويسترخي. كذلك أيضا المرأة تريد أن تغسل فرجها تغسله كاللوح، كما قال الشيخ سيدية رحمه الله تعالى في فتاوى في غسلها للاستجمام كاللوح، وكذلك أيضا في الغسل تغسله هكذا تكون مستقية عادية وتغسل فرجها عادي مثل الغسل العادي حتى لا ينقبض فيكون على مكة وحتى لا ينفت عليك أيضا من داخل الجسم. وهو في الحديث الصحيح إن ديننا هذا لا يصلح لمستحيل، لا يصلح، الحديث الصحيح لا يصلح للمستحيل. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياة من السؤال عن أمر دينهن، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم كانت المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمر حيضتها، يعني هذا شيء مهم جدا، لأن هذا هو الحياء المانع، أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين وغير ذلك فهو الذي عد من المهالك، كما قال محمد مولود محمد فال مطهرات القلوب، أما الحياء الذميم هذا الحياء الذميم السيء جدا المانع للإنسان من السؤال عن أمر دينه، أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين
وغير ذلك فهو الذي عد من المهالك. هذا من المهالك. إن ديننا هذا لا يصلح للمستحيل، المستحيل لا يصلح له الدين، هو واحد طبق عرفا وما صلى، ما هي الفائدة في هذا؟ لا فائدة في استحيا مثلا، هذا شيء خطير جدا. نعم. ولذلك كما قدمت لكم ماضيا ان من الاسباب التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من النساء منها حاشاه ان يكون يحمله الشهوات على هذا، هو انه لبث العلم للحكم كثيره لينتشر تزوجه في القبائل وتطمئن وتقرب للاسلام، لان مصاهره النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم جدا ينتشر القبائل، فهذا يكون في كثير مثلا من جذب الانفس الى الاسلام. وكذلك ايضا ليعلم هؤلاء النساء الشريفات يعني الدين الخفي للنساء، وليطلعن على اشياء خفيه جدا مثلا، وهذا ايضا نص عليه ايضا انه للعلماء يفعلوا ذلك ان يتزوجوا اربع مرات لهذه الحكمه. لهذه الحكمه. نعم. فصل. نعم. هذه الاشياء الخفيه جدا لابد ان تتابع، وكذلك ايضا بواطن الاقدام لابد ان تتابع، وكذلك ايضا براجم هذه لابد ان تتابع كما قدمنا ايضا في الوضوء، الا ان تخليل الاصابع هنا لا يختلف فيه العلماء المالكي، يعني لابد من تخليلهم بالدلك، واما الماء فلابد من ايصاله لكل البدن خفيه وظاهره، ليس الداخل، فرق بين الخفي والظاهر والداخل، الداخل ما داخل العين وداخل الفم وداخل الانف، لا نتكلم عنه، داخل الانف يقال له المضمضه، الفم يقال له المضمضه، وداخل الانف يقال له الاستنشاق، وهذا من السنن الاتيه هذا سنتكلم عليه، الا ان غير مالك من العلماء بعضهم يقول بوجوب هذا في الغسل، لكن على كل حال نحن نتكلم الان عن مشهور مثلا مالك. هذا الظاهر، اما هذا هو الخفي لغالب، هذه الطيات لابد من متابعتها، ما ظهر من عينيه، وهكذا الطاقات، طاقتي الانف لابد من متابعتها والمارد، كما قدمنا ماضيا في الوضوء فهنا اولى بالغسل، الا ان تخليل هذا واجب، لكن التخليل ليس المراد ان احد يتتبع، فقط اذا صب الماء وداخل الماء هذا كفى، وكذلك اذا داخل لحيته وصب الماء وعركها جدا وعلم ان الماء وصل الى الجذور وعركها فقد حصل الدرك، لا يحتاج ان كل شعره ينكتها باصبعه، هذا ليس هو المراد، المراد انه يتاكد ان الماء وصل الى الجذور وتابعها حتى وصل الدرك الى الجسم، قد يكون الدرك ببعض الشعر للشعر، هذا لا باس به، لكن تاكد ان الماء وصل الى كل الجذور، لا بد من تاكد ذلك. وصل لما عسر بالمنديل، قد يكون في بدن الإنسان أماكن كما ما بين الكتفين، على كثير من الناس في حالة الغسل لا يمكنه أن يجمع بين يديه خلف الكتفين في المكان المرتفع من الظهر، هذا لا بد أن يصل إليه الماء، لا نتكلم عنه يصب الماء صبا، ولكن في مذهب مالك لا بد من الدرك، يأخذ منديلا أو حبلا أو يوكل أحدا، يوكل زوجته ويوكل صبيا بجنبه، لأن كشف العورة بجنب الصبي لا يحرمه، أو يجعل إزارا على ما بين السرة والركبة، ويقول لرجل بجنبه أو المرأة تقول للمرأة أدركي لهذا المكان، أو يدرك أيضا بالحمام الجدار هنا يضع عليه ظهره ويدرك عليه، أو بهذه الحدائد التي تكون موجودة، المهم من أي شيء يكفي في الدرك إذا لم يمكن الإنسان أن يدرك بأعضائه. سلم عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، منديل وهي المنادل والحبل والتوكيل هو اللي قدمنا. سننه مضمضة، سنن الغسل المضمضة على ما تقدم في الوضوء، وسيبين الناظم رحمه الله تعالى أن يبدأ بالوضوء كاملا، لكن سيفرق بين السنن وغيرها، سنن الغسل المضمضة، مضمضة غسل اليدين، غسل الغسل هذا لف، هذا لف ونشر مشوش شوي، مشوش قليلا، لأن غسل اليدين هو الأول، معناه أن يغسل يديه أولا ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يتمضمض، ثم بعد ذلك يستنشق، هذا هو الترتيب، ولكن الكل سنة فقط. والاستنشاق وهو جعل الماء في الأنف على ما تقدم في الوضوء باليمنى والاستنزار باليسرى، هذا أيضا سنة. نعم. ثقب الأذنين، هذا هو اللي كنا نتكلم عنه، ثقب الأذنين. ثقب الأذنين هو مسح صماخي الأذنين الذي قدمنا ماضيا، لا بد أن يصل الأذنين ظاهرهما
وباطنهما، ثم إن الثقب الداخلي الذي يمسه طرف الإصبع يجعل ماء على إصبعه ويمسحه، أما ما يدور فيه الإصبع فلا بد من غسله، لكن يكفي أذنه معناها يجعل أذنه هكذا على كفه إن كان يحائل لأجل المحافظة على الغسل على داخل الرأس حتى لا يصل إلى الماء، ويتابع الماء كما قدمنا، يجعل ذلك في أذنه ظاهرهما وباطنهما، معناها ما هو من ناحية الرأس وما هو من ناحية الوجه، وليتابع الخفايا كما قدمنا. كان مندوبه البدء بغسله الأذى بفرجه، يندب في الغسل أن يبدأ ابتداء بغسل الأذى في فرجه، إن يغسل الأذى عن فرجه يعني منيا أو حيضا أو نفاسا، هذا إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا فليبدأ أيضا بغسل فرجه ليكون هو كما سيقول تبدأ في الغسل بفرجه ثم كف عن مسه بطن وجنب الكف. على كل حال إذا كان الأذى موجودا فليبدأ بالغسل الأذى ولينوي عنده إذا كما قال كما قال في الأخضر ولينوي عنده إذا، لأن هذا هو ابتداء ابتداء الغسل، فليغسل جميع الناحية من الذكر والأنثيين وما حولهما والدبر لأجل أن يتنحى عن تلك المنطقة، هذا يبدأ فيه ابتداء، ولكن الدبر ليس من الناحية، هذا خطأ، لا ينبغي له أن يغسله ابتداء، المهم الذكر والأنثيين وما حولهما، هذا هو المندوب، إلا أن الدبر فيه قول بأن مسه ينقض الوضوء، فإذا خرج من الخلاف فلا بأس به، لأن حلقة الدبر لدى حديثي من قومنا والشافعي إدريس يراعى الخلاف، يغسل الدبر معه حتى لا يصل إلى تلك المنطقة بعد ذلك، أما إذا غسل هذه المنطقة وليخلل تكمش الأنثيين وهكذا وذكر والشعر هناك بالعاني كان موجودا فليخلل جميع ذلك، أما إذا غسل هذا ينوي عنده، ينوي معناه عند ابتداء، وليتوضأ مرة ثم بعد ذلك يبدأ الوضوء من جديد، يتوضأ مرة على الترتيب، يبدأ بغسل اليدين ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يستنزف، هذا من غسل الجنابة، هذا هنا نية غسل الجنابة ليس وضوءا بنية رفع العدد الأصغر، لا هذا بنية رفع الجنابة، الجميع هنا من عند ابتدائه بفرجه ينوي غسل الجنابة رفع العدد الأكبر. ثم قال ابن عاشر وكذلك الأخضري وابن عاشر وخليل أكثر الفقهاء للمتون التي بيدنا يقولون يتوضأ مرة كاملة مرة واحدة، ولكنها مرة متقنة، يغسل الوجه غسلا متقنا بالتخليل الكامل هنا للحية ولكل شيء سواء كانت طهارة البشرة أو لم تظهر، لأن هذا هنا في حكم الغسل ليس في حكم الوضوء، لا بد أن يتابع ويتأكد من إيصال كل شيء بالماء والدلك. قال هو غسلة واحدة، هذا هو قول خليل والأخضري وأكثر دائما هؤلاء الموتون المتداولة بين أيدينا، لكن محمد مولود في الكفاء وشراح خليل كثير منهم قالوا أنه عندما يصل إلى الرأس يتوقف ويجعل آخر وضوئه رجليه وأنه يذلث يغسل الوجه ثلاثة، والكل من القولين مشهور، البعض يشهر أنه يذلث يغسل الوجه ثلاث مرات في الوضوء ويغسل الذراع ثلاث مرات، الأولى بالإتقان واجبة والثانية والثالثة كل منهما مندوب على ما تقدم، وعندما يصل إلى الرأس يتوقف على رأي هذا على رأي قول هؤلاء العلماء، بعض هؤلاء العلماء يمسح رأسه لا يمسح على خلاف ثم يتوقف ويجعل رجليه آخرا، والذي مشى عليه ابن عاشر والأخضر وخليل قال يتوضأ مرة كاملة متقنة مرة واحدة بأن يتقن الغسل غسلة واحدة وهكذا، ويغسل الوجه قبلها ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين غسلة واحدة متقنة جدا، معناها بأن يعمم ويتابع الدرك وانتهى الوضوء، وهذا جزء من الغسل، ثم بعد ذلك يرجع إلى الرأس، هذا هو قول ابن عاشر والأخضر ومن معه، والآخرون قلنا أنه يتوقف عند الرأس ويذله الأعضاء، وهذا خلاف بينهم. تسمية يتوضأ مرة البدو بغسله هذا تسمية هذا صحيح، تسمية المندوب التسمية هذا المندوب التسمية مندوب أن يقول بسم الله بابتداء غسله تثليل رأسه بعدما يغسل
جميع الأعضاء بوضوء يغسل رأسه 3 مرات. هذه الغسلة الأولى واجبة بأن يخلل جميع الشعر ويتابعه جميعا حتى يتأكد من ذلك. فإذا انتهت هذه الغسلة فهي الواجبة، والمندوب بعد ذلك غسلة ثانية وثالثة. انتهينا. تدريب رأسه كذا وليتوضأ مرة. تقديم أعضائه. تقديم أعضاء الوضوء هو الذي قلنا ماضي، سننتهي عند البيت السادس لأن درسنا. تقديم أعضاء الوضوء هو الذي قلنا أن يقدم أعضاء الوضوء كاملة. وبعض العلماء قال كما سلفنا قلة ماء تقليل الماء بعد الإتقان، فلا بد من الإتقان في جميع الغسل، ولكن القلة بعد ذلك مطلوبة. فكثير من الناس يصب هذا إسراف وظلم وبدعة. فالمهم إتقان الغسل وبعد ذلك مكروه زيادة. قلة ماء بدء بأعلى، بدء بالأعلى بأن يبدأ بالأعالي الرأس كما قدمنا غسل الرأس 3، ثم إنه بعد ذلك يتابع الأذنين، ثم يتابع الرقبة وتحت الذقن، ثم بعد ذلك يتابع الشق الأيمن إلى الركبة اليمنى، ثم يتابع الشق الأيسر إلى الركبة اليسرى، ثم يتابع الركبة من الركبة اليمنى إلى الكعبين، ثم يتابع من الركبة اليسرى إلى الكعبين في الرجل اليسرى. فإن كنا مشينا على قول ابن عاشر تقديم أعضاء الوضوء وانتهينا، وإن كنا مشينا على قول الآخر وهو بعض العلماء يختم بالرجلين يغسلهما، ولكن انتهى الغاسل. هذا هو البدء بأعلى ويمينه، لكن المطلوب في هذا كله أن نتابع جميع البدن. معناها فالطهر المهم أن يغسل جميع البدن ويتابع، فمن هذا الترتيب مندوب، ولكن أهم شيء أن يتأكد من الفضل أن يغسل جميع بدنه بالدرك والمتابعة كما قال، فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفض وبرنتين، يغسل جميع بدنه ويكمله بإتقانه. هذا هو المطلوب. هذا الترتيب الآخر قد يشوش على بعض الناس، لكن أهم شيء اتباع الفرائض. فواحد قدر على الاتيان بالمندوبات فنعمة، هذه فضيلة كبيرة، ولكن أهم شيء يحافظ على رأس ماله هو الفرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. الحمد لله على حلمه بعد علمه. الحمد لله على حلمه بعد علمه. على عفوه بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا، ونعوذ بك أن نقول زورا، ونعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الدم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا زائغا إلا قومته، ولا منصورا ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا نصر حلق يا ربي يا ربي يا ربي يا رب بالمصطفى والرسل قاطب أشر وآله قر حق ما نرجوها من طلب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بالمصطفى والرسل قاطبة وآله قر حق ما نرجوه من طلب يا ربي يا ربي يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحق الأسماء أعزنا في الأرض والسماء وعلي قدرنا الدني بقدرها عندك واسقنا رحيق سرها وعافنا بها من البلاء وعافنا بها من البلاء وعافنا بها من البلاء وعافنا بها من البلاء وأولينا الشكر على الآلاء وأولنا الشكر على الآلاء وأولنا الشكر على الآلاء والنصر عاجلا على الأعداء أنت المجيب هذه الدعاء وهب لنا بها لدى المنية خاتمة الحسنى هي المنية بأرض طه طيبة المرضية صلى عليه خالق البرية والدفن يا ربي يا ربي يا ربي في البقيع بعد نشر دين الإله ببلاد الكفر وأن تمن ربنا العلي لنا بحال حسن وأن تمن ربنا العلي لنا بحال حسن وأن تمنا ربنا العلي لنا بحال حسن مرة وأن تمنا ربنا العلي لنا بحال حسن مرة وأن تمنا ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي بجاه الجاه عظيم الجاه جاه محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه الله وما لنا من ملجأ إلا هو وفي الختام إنني شاد النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه لحصول المطلب وفي الختام إنني شاد النبي بصاحبه لحصول المطلب وفي الختام إنني شاد النبي بآله قر كل المطلب صلى وسلم على الهادي الأمين وآله وصحبه وبارك اللهم صل على محمد.
محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكمال